فريق برنامج الثمرة كان له زيارة لمزارع أشجار التين البرشومي بمنطقة أبو غالب بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وشفنا فرحة كبيرة على وجوه أصحاب المزارع والعاملين والمشرفين خلال عملية جمع ثمار التين البرشومي. حصاد التين بيبدأ مع نهاية شهر يوليو من كل عام وحتى شهر أكتوبر، وشفنا عملية الحصاد بتبدأ في الصباح الباكر قبل شدة ارتفاع درجات الحرارة علشان يتحمل التين البرشومي عملية النقل من المزرعة إلى السوق ولا يتعرض لأي نوع من أنواع التلف. وشفنا خلال جولتنا موسم حصاد التين البرشومي وتجهيزات محصول التين ومراحل نقل وفرز وتعبئة المحصول، وتابعنا مع أصحاب مزارع التين تجهيزات أشجار التين اللي بتبدأ من شهر ديسمبر من كل عام، وده من خلال البدء في عملية قص وتأليم أشجار التين، وبعدها بتتم عملية إنزال السباخ العضوي، بعدها مباشرة بتبدأ مرحلة الصيام للأشجار عن الري أو الخدمة لعدة أشهر، ويتم بدء أول ري في شهر مارس،